اليوم كيف ما كتشوفوا هذا الحضور ديال هذا التجار ديال مدينه الرباط، غادي ياسسوا واحد القطاع ديال التجار التابع للاتحاد المغربي للشغل. هذا الحضور اللي كتشوفوه اليوم كبير ديال التجار، فهذا كيعني الا جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى انهم هاد التجار كيثقوا في الاخوان ديالهم اللي في اللجنه التحضيريه اللي دعاوا لهذا اللقاء هذا التاسيسي، وحاجه ثانيه انهم هاد التجار كينتظروا من المكتب اللي غادي يتنتخب حاليا، كينتظروا منه يعني واحد العمل كبير، ولهذا فهذا غادي يكون واحد ثقل كبير على الاخوان ديالنا اللي غيكونوا في المكتب، وكنتمناو انهم يكونوا عند حسن الظن ديال هاد التجار هادو، لانهم كما كتعرفوا قطاع ديال التجار الصغار تيعرف عده مشاكل، خاصه الان عندنا مشكل ديال الرخص في مدينه الرباط، كاين مشكل ديال الاسواق الكبرى اللي كتدخل الاحياء الصغار، كاين عده مشاكل. هادو الان غادي بدينا بالتجار ديال المواد الغذائيه، ان شاء الله غادي يدخلوا لجميع المهن الاخرى. احنا بدينا الان بالفرع ديال القطاع ديال التجار الصغار، ومستقبلا غادي نبداو بالمدن الاخرى. اليوم تمارا، غدا غتكون عندنا اليوم الرباط، غدا تمارا، بعدو سلام، بعدو الدار البيضاء، بعدو طنجه. اذا غادي يكون واحد نقابه مستقله اللي يمكن انها تحمل او تهز الهموم ديال هاد التجار هادو ديال هاد الفئه. اليوم فهو يوم استثنائي بالنسبه للتجار ديال العاصمه، غادي تاسس واحد المكتب نقابي جديد من التجار اللي غادي يدافعوا ان شاء الله على المصالح الماديه والمعنويه ديال فئه التجار. كتعرفوا بان الاكراهات والاستدارات ديال التجار فهي كثيره، كاين مشاكل اللي كيعاني منها القطاع، وتمنى ان التنظيم هذا يلبي الرغبات ديال التجار ويحقق المطالب ديالهم دائما اللي هي مشروعه. وكنتمنى التوفيق والنجاح لهذا المكتب اللي غادي تاسس اليوم، اللي غادي تصوت عليه ان شاء الله في هذا الاجتماع اللي هو اجتماع تاسيسي ديال النقابه اللي تحت اللواء ديال الاتحاد المغربي للشغل. اذا في اطار مجموعه من المشاكل التي يعاني منها يعني التجار ديال الرباط او المغرب بصفه عامه، كيف كيعرف الجامع كاين بزاف ديال الاكراهات، بزاف ديال المشاكل تيتخبط فيها التاجر بصفه عامه، خصوصا مع يعني مع زحف الاسواق الكبرى وليمين مارشي، بحال يعني كاين بزاف ديال بلا ما نذكر الاسماء. التجار ديال الرباط اليوم كيبحثوا على واحد الاطار اللي غادي يحميهم من هذه المشاكل كامله. واليوم يعني حضرنا لهذا اللقاء هذا اللي هو الجمع العام التاسيسي ديال النقابه ديالنا، اللي ان شاء الله كنتمناو انها تكون نلقاو فيها الضاله ديالنا وتحمينا من كل هذه المشاكل هذو. وكاين مشاكل اخرى كمشاكل مع اداره الضرائب، مشاكل مع الجبهات المحليه، مشاكل مجموعه من المشاكل. كنتمنى ان شاء الله اليوم اللي هو غيكون يوم تاريخي، يوم يعني نهار كبير، احنا فرحانين كاملين بانه غادي يتولد هذا المولود الجديد. كنتمنى ان شاء الله يعني يتحلوا المشاكل كاملين ديالنا.